يعني امبارح، ويمكن مش امبارح بس، يعني احنا دايما الحمد لله بقالنا الموسم ده تحديدا بنقول انتصار وابار انتصار مختلف للنادي الاهلي في الرياضات المختلفه زي ما كنا بنتكلم. فخليني اروح معاك بدايه، فكره ان انا يبقى عندي طفره في الرياضات او رياضات الصالات بتاعتي وبهذا الشكل، انا مش بس بنافس على مراكز اولى، لا انا بحصل على المراكز الاولى، فده انجاز كبير. في تدعيم كان للصفوف بشكل رائع، في كيمستري حلوه ما بين المديرين الفنيين ومجلس الاداره، فكره ان انا اعمل او يعني اسهل كل الصعاب الموجوده، احل كل المشاكل الموجوده، ده شفناه الموسم ده واللي فات تحديدا بشكل كبير جدا، وده اللي اثر على نتائج النادي الاهلي في الالعاب المختلفه. خلينا نبدا من النقطه دي وفكره المنظومه الناجحه وازاي ممكن ده كمان يستمر. لا، هو الاهلي تحديدا السنه دي مقدم موسم ولا اروع، ولسه صحيح في انتظار كمان بطولات قادمه ان شاء الله للفتره الجايه. الاهلي كاحصائيه ارقامه، وطبعا يعني باستثناء بعيدا عن ضياع كاس مصر امبارح لكره الطايره، لكن الاهلي محقق 14 لقب مقابل 3 القاب بالظبط لنادي الزمالك، ولقب واحد بس لنادي الاتحاد السكندري بعد حصوله على كاس السوبر في كره السله. لكن باستثناء كده حتى فارق المقارنات او المواجهات بين الاهلي وبين الزمالك في كل الالعاب بيصب لصالح الاهلي. يعني لو اتكلمنا مثلا عن بعض، على فكره بالرغم من ضياع الكاس والدوري بالنسبه للطايره، الاهلي قابل الزمالك السنه دي 10 مرات في الكره الطايره الرجال، كسب 6 مرات وخسر 4، لكن هي المشكله ان الاربع مرات اللي خسرهم كانوا بلقبين. لكن في مجمل اللقاءات الاهلي كده كده كان هو صاحب اليد العليا. الفرق الكبير ده بين الاهلي وبين اقرب منافسيه زي ما حضرتك تفضلت 14 بالمقارنه ب3، فالفرق كبير. هل الاسباب الاساسيه للنجاح ده وللتفوق ده، هل جاي من كواليتي اللعيبه اللي موجودين في فرق النادي الاهلي المختلفه في رياضات الصالات سواء هاندبول او باسكتبول او بولي او الى اخره، ولا جاي من القياده الحكيمه والرشيده، ولا جاي من جلب مدراء فنيين على اعلى مستوى من اهم الدول اللي بتصدر النوع ده؟ والله استاذ كريم، اقدر اقول لحضرتك ان كل اللي انت بتقوله ده هو الاهلي كده كده بيخطط اصلا، يعني بيبقى في تخطيط بشكل مستمر. انت ما بتحصلش عندك طفره في سنه وبعد كده الدنيا، بعد كده بقيه السنين الدنيا بتبقى عندك فيها مشاكل. أيوة. انت حتى السنه اللي فاتت انت كنت محقق العلامه الكامله مثلا في الباسكت، 5 القاب من 5 القاب. السنه دي انت محقق لقبين من ضمن الالقاب دي، وعندك بطولتين تانيين انت منافس اساسي ومباشر فيهم، انت وصلت خلاص فاينل دوري السوبر، وبنسبه كبيره البول ان شاء الله خلاص بمجرد فوزنا في مباراه من الثلاثه تبقى ضمنت التاهل مباشره للنهائي، يعني النهائيات بتاعت البول. فانت عندك في تخطيط مستمر، مش بنتكلم في لعبه بقى معينه انت بتيجي زي احنا، انا خدت بس مثال الباسكت، لكن انت مثلا في الهاند بول كان عندك السنه اللي فاتت في بعض المشاكل، السنه دي البطولتين اللي اتلعبوا على المستوى المحلي انت قدرت ان انت تفوز بيهم، دوري وكاس، وداخل بقى على معترك تاني افريقي اللي هو السوبر الافريقي وبعديه كاس الكؤوس، وانت مرشح بقوه جدا ان انت تقدر تحصل على البطولتين دول في ظل التدعيمات كمان للاهلي. يعني الاهلي ما بيكتفيش بقيمته او بالقائمه اللي موجوده اللي مليانه نجوم، لكن انت كمان بتدور على المشاكل او البعض الحاجات اللي ممكن بتكون طرقت على الفرقه. يعني مثلا في الهاندبول كان حصل من عندك مشكله اصابه عبد الرحمن حميدي اللي اتمنى له الشفاء بعد اجراءه لعمليه الرباط الصليبي، لولا قصه غيابه كان ممكن التدعيم يكون في مركز تاني بعيدا عن حراسه المرمى، لكن انت بمجرد ما فقدته كان عندك النظره والفيجن ان انت تشوف مين ممكن يكون يقدر يبقى متاح وتعوض بيه غياب عبد الرحمن حميد بشكل مباشر. فكان دي من ضمن الحاجات اللي انا بقول لحضرتك عليها، ان كده كده في تخطيط بشكل مستمر. ملف العاب الصالات بيدار في النادي الاهلي بشكل مميز جدا، يعني تحت قياده الوزير العامري فاروق، وطبعا كابتن خالد العوضي مقدم شغل ومجهود جبار خلال الفتره اللي فاتت، ففي نتاج كبير جدا. شفنا كمان كابتن خطيب وقعدته مع مديرين فنيين، منهم كان كابتن محمد بصرحي بعد فقدان الدوري، انه بيتكلم لا جمهور الاهلي مش هدفه ان انت حتى حققت ده، يعني الاهلي بالرغم ان انت خسران دوري وكاس على المستوى المحلي في الكره الطايره، انت محقق بطولتين، كان كاس السوبر في بدايه الموسم، كاس السوبر والبطوله العربيه، فمش ان انا اخسر بطوله هي بتبقى بالنسبه لي نهايه المطاف، لكن في نفس الوقت انا لازم يبقى في اعاده تصحيح، وانا مش هكتفي بالبطولتين اللي انا خدتهم على غرار ما بيتم مع بعض الانديه الثانيه.